نكمل. وصلنا في الدرس الماضي إلى النشاط 11 في الصفحة 57. في هذه الجمل، اقرأ هذه الجمل. ياي أرايتشلا داخل القوسين. هنا النقطة لما إشارتلرين قترني سو النقطة المناسبة، علامة التنقيط، النقطة المناسبة. Acılar dindirecek tek bir ilaç var. لإيقاف الألم أو لنسيان الألم أو نسيان الآلام، هناك علاج واحد. نقطة فيرجول نضعها هنا، قاعدتها أنه ما هو هذا العلاج؟ الزمن، يعني كأنك تكمل الجملة إكمال للجملة، فنضع فاصلة منقوطة أو نقطة فيرجول. يزيه كاتو لانلار شونلار دار. إذن هنا للأتكلمة شرحناها في الدرس السابق. أتكلمة يعني بعد مين هدول هنا؟ كمال، ميرت، آينور، تولين. نقطتين، إكي نقطة. آيتا، إذن هنا كونوشما شخص يتحدث. كونوشما إذن بعدها نقطتين. أونور نقطتين كذلك. السؤال الثاني عشر. هذه الصور تعرف عليها. هذه الصور ماذا؟ ما هي المشاعر التي أخرجتها لديك؟ شاركها مع أصدقائك. هذه المشاهد هي görsellerde milli mücadele kahramanları resim dil mektedir. رسمت لي أبطالنا في milli mücadele في حرب الاستقلال مثلا في تنقل إلى آخره. Görsellere bakına Türk milletin vatanı için yaptığı fedakarlıkları gösterdiği kahramanlıkları düşünüyorum. Tüm bunları düşünce atalarımız gurur duyuyorum. Hepsine minnet duyuyorum. İthem hiye tuzhir butulat abtalina azharat abtalahum fi tadhiyat ecdadina kul ma faaluh lana eş'ar bil fakhr gurur fakhr minnet duyuyorum ve eş'ar bi fadlihim yani eşkur lahum fadlahum. النشاط الثالث عشر طبعا هذا بوستر لأفلام عن تنقلة. ف يعني نحن مثلا أكيد أغلبكم لم يشاهد هذه الأفلام، لكن سنجيب عن الأسئلة الخاصة بها. تنقل صفاشي إلى الجليبير فيلم هزر هزر لصيدنز أضي نيولوردو. إذا تحضر فيلم مين هو مثلا تنقل. Filmin içeriği defterin kısaca yazınız. نكتب عن الفيلم بدفترنا بشكل مختصر. هذا السؤال يعني المشكلة أن أغلبنا لم يحضر هذه الأفلام، لكن بإمكانك أن تكتب عن الفيلم مثلا باختصار ما تراه أنت عن المعركة. السؤال التالي. Çanakkale Savaşı ile ilgili bir film hazırlasaydınız adı ne olurdu? Tamam, zekâ acabna aleyh. Sual ba'sı tabağın sa'ada icabetuhu. Filmin içerin bir afiş tasarlayınız. Afişin için Çanakkale Savaşı ile ilgili görselle kullanmınız. Tamam, sual yürüydü ennu en nuhdır afiş yani levh i'laniye tümessil film. أنا اخترت هذه اللوحة. اسم الفيلم تنقل. إذن هذه هي اللوحة، إعلان للفيلم، لوحة إعلانية للفيلم، وهي مرتبطة بالفيلم سننتقل للإجابة عن السؤال التالي، السؤال السابق لهذا السؤال. إذن هذا ملخص الفيلم كما ذكرنا لكم. Rus harbi, Balkan savaşları, elden çıkan toprakları ve verilen ağır
yeni ilgelerinde 20. yüzyılın başları. İzen bedaa hazel karnel 20 bi harb ma Rusya, harb hurubul Balkan. هذه أدت إلى إلحاق هزائم أو تآكل في ترابنا خسائر في أرضنا. أصمالي دولتين إتشين توك بيوك مادي ومعنوي كايب لار جيلر خسرت كتير خسائر مادية ومعنوية. روملي توبراك لار كايب دلمش الجزء الأوروبي من الدولة العثمانية كان يسمى الروملي. أزياد جرين أصمالي تباس أن أناضوليا جوتش إتمي باشلمش المناطق اللي تركوا الروملي وهاجروا استقروا بالأناضول. Osmanlı ordusu büyük kayıplar yazmıştır, yaşamıştır. Aşer Ceyşil Osmani Hesair Fadih. 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Osmanlı'nın ittifak devletlerin ile yeniden savaş girmesi sonucu Anadolu'da eli silah tutan tüm genç erkekler için seferberlik emri çıkar. دخل الدولة انفجرت الحرب العالمية الأولى عام 1914 ودخل الدولة العثمانية مع دول الحلفاء دول المحور اللي هي ألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا وجند الشباب في الأناضول واستدعيوا للجيش. Şimdi ya kadar ağır yenilgiler olan alan Osmanlı vatan bellediği topraklar korumak için var gücüyle yeniden birlik olur. طبعا هذا التراب الذي تفتت يعني بعد الهزائم العثمانية توحد بالقوة يعني. Osmanlı'nın eğitim görmüş genç yetkinleri, beyinleri de gönüllü olarak askere yazılır. İzen كله كان لل في العسكرية يعني كل العقل هي كان في التعليم كان للعسكرية. İşte Gencecik Veli, Şab Veli, Muhammed Ali kanu fil askeriye. Kısa sürede içerisinde Maydos tayin edilir. Jonk Bayırı'ndan İngiliz kuvvetlerine karşı tarihi daha önce yazmadığı bir inanç ve cesaretli savaşırlar. Harabu taban في جونك بايردا الإنجليز حاربوا الجيش حاربوا مع الإنجليز بشجاعة وإيمان. مصطفى كمال كوموتانسون أطندغي يني كورولان 19'un تمني كاتورلار انضموا إلى قيادة مصطفى كمال أتاتورك في الفوج 19. Öte yandan Çanakkale Boğazı'nın safanmasından sorumlu Cevat Paşa da bir yandan destek beklemekte, diğer yandan mayın hatları için hesap yapmaktadır. Fi الجانب الاخر من الجانب الاخر من Çanakkale, مضيق Çanakkale كان في sorumlu مسؤولية الحرب هناك المحارب هناك لجواد باشا. فأثناء انتظاره من جهة كان بينتظر الدعم ومن جهة أخرى عم بيحسب عملية زرع القنابل كما شاهدنا بالنص أيضا زرع الألغام أو خط الألغام. إنجليزلر وفرنسيزلر 18 مارت 1915 günü müthiş bir askeri kuvvetleri boğaza giriş yaparlar. دخل الإنجليز والفرنسيين بقوة عسكرية كبيرة إلى المضيق. فقط وطن توبراو olan Çanakkale boğazı geçmek sandıklarına kadar kolay olmayacaktır. لكن لن يكون عبورهم سهلا بهذه السهولة التي اعتقدوها إلى المضيق. دفلارجا دنيزدن وكارادان سالدرلار أما كارشلارجدان أستن جسارتلري لولي مهمت علي بقالو مهمت جاوجو نصرات مايون جمسين شهيد سيد أمباشيو هلمي شانلطب حسين أوني بي بويا باطلو مصطفى يزباشي فائق شفيق بي مصطفى كمال باشا بلورار. إذن وجدوا أمامهم في مواجهتهم كل هجماتهم هؤلاء الأسماء كلها. بهذا يكون درسنا انتهى. أشكر لكم متابعتكم وإلى لقاء آخر في درس آخر.